طريق الحرير الجديد كان محط الاهتمام الأول للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارته الرسمية إلى بكين، آملا أن تعود حركة التجارة العالمية إلى سابق عهدها بين القارة الأوروبية وآسيا. السائرون إلى طريق الحرير كان في بدايتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يجري زيارة رسمية إلى الصين. زيارة ماكرون تعد الأولى لرئيس أوروبي إلى بكين بعد تعزيز سلطة الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني في أكتوبر الماضي. ماكرون استهل زيارته إلى مدينة شيان التي تعد نقطة بداية طريق الحرير القديم الذي ربط أوروبا بالصين، مبديا بذلك دعمه لمشروع طريق الحرير الجديد الذي تعتزم بكين تنفيذه عبر آسيا وأوروبا. أعتقد أن مبادرة إنشاء طريق الحرير الجديد يصب في مصلحتنا كفرنسيين وأوروبيين إذا قدمنا لأنفسنا كل وسائل العمل الجماعي، وفي النهاية فإن طريق الحرير القديم لم يكن صينيا فقط على حد علمي. التعاون الذي أبدته فرنسا يثير ارتياح القادة الصينيين لانسجامه مع مبادرة الحزام والطريق بحسب ما يعرف في الصين مشروع البنى التحتية الهائل الذي باشره الرئيس شي جين بينغ عام 2013، ويهدف إلى إحياء طريق الحرير القديم الذي كانت تنقل عبره منتجات من الإمبراطورية إلى أوروبا. زيارة ماكرون تعد اقتصادية في المقام الأول، حيث يرافقه أكثر من 50 رئيس شركة يتطلعون إلى تحسين العلاقات الفرنسية الصينية. محللون اقتصاديون أكدوا أن اختيار ماكرون الصين أن تكون أول محطة له في آسيا يشير إلى رغبته في استمالة الصين لإعادة وصل العلاقات مع الإمبراطورية الأهم في القارة.